السلام عليكم، اهلا بكم احبابي. سنه رابعه، كل سنه طيبين. معاكم مستر طه الغيطي من قناه ذاكر لي حساب وماس. النهارده هنكمل بقيه الدرس الثاني. احنا كنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت عن حالات الماده، النهارده هنتكلم عن تحولات الماده. النهارده هنتكلم عن ايه؟ تحولات الماده. الماده انا ممكن يا اولاد احول شكلها من شكل الى اخر عن طريق حاجتين. قلنا الحصه اللي فاتت ان حالات الماده ثلاثه: صلبه وسائله وغازيه. انا يا اولاد ممكن اقدر اتحكم في شكل الماده، احولها من صلبه لسائله ومن سائله لغازيه او من غازيه لصلبه. طبعا ممكن. ممكن يا مستر؟ طبعا ممكن. يعني ممكن حاجه ممكن اخليها مثلا جامده كده قدامي احولها لحاله سائله، مش في كل المواد بس في بعض المواد ممكن. طب عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين يا اولاد. يبقى يمكن ان تتحول الماده من حاله الى اخرى عن طريق حاجتين: بالتسخين وبالتبريد. بالتسخين ان انا اسخنها على النار، بالتبريد ان انا اخليها مثلا ادخلها في الثلاجه كده. بايه؟ بالتبريد. او ممكن بالتسخين ديت اسمها بارتفاع درجه الحراره، بدي التسخين، والتبريد بانخفاض درجه الحراره. خلاص، والحته دي مهمه برضو. يبقى التسخين هو ارتفاع درجه الحراره، وبالتبريد انخفاض درجه الحراره. يبقى نعيد من تاني. يبقى ممكن ان تتحول ماده من حاله الى اخرى عن طريق حاجتين: التسخين او التبريد. اول حاله من تحولات الماده، اول تحول عندنا يا اولاد اسمه الانصهار. الانصهار، والانصهار ده زي مثلا انصهار التلج. انصهار التلج، انصهار دي يا اولاد باللغه العاميه كده يعني اسيح. ازاي؟ زي مثلا حته التلج، لو انا طلعتها من الفريزر بتاع التلاجة وحطيتها على النار، ايه اللي هيحصل لها؟ تقول لها مثلا ده هتسيح وهتتحول لميه. هو ده بالظبط بقى الانصهار. يبقى ده يا اولاد اسمه الانصهار. انصهار هو تحول التلج لميه. التلج دي حاله ايه؟ صلبه، والميه دي حاله ايه؟ سائله. هو ده الانصهار. يبقى الانصهار هو تحول الماده، او تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، وده طبعا عن طريق الايه؟ التسخين او ارتفاع درجه الحراره. دي عمليه الانصهار. تاني، لو انت هتنسى، شوف انا بقول لك ايه، الانصهار فيها حرف الصاد، يبقى هو تحول الماده من الحاله الصلبه برضو فيها صاد، بنبدا بالصاد والصاد، يبقى هو تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الايه؟ السائله. ده تعرف الانصهار. وزي تحول التلج الصلب الى ميه سائله. ده يا اولاد مهم جدا، اولاد مهم جدا جدا، وبتيجي كتير جدا في الامتحان. يبقى الانصهار تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الايه؟ السائله. طب تعالى ندخل بعد كده على الحاله الثانيه اسمها التجمد. يبقى احنا خدنا اول حاجه اسمها حاله الانصهار، ندخل على ثاني حاله اسمها حاله التجمد. تحول اسمه التجمد، زي تجمد الميه. الميه بجيبها احطها في ازازه، احطها في الفريزر، فبتتجمد. تبقى ايه؟ بتبقى ايه؟ الميه بتتجمد في الفريزر بتبقى ايه؟ بتبقى تلج. يبقى تحول الميه، الميه دي حاله سائله، الى تلج، التلج ده حاله صلبه. يبقى تحول الماده، يبقى التجمد اهو تحول الماده من الحاله السائله الميه الى صلبه اللي هو التلج. يبقى تحول السائل الى تلج صلب اللي هو مين؟ التجمد. التجمد. يبقى تاني نعيد من تاني، زي ازازه الميه كده بنحطها في الفريزر عشان نشرب ميه ساقعه في الصيف، بنحطها في الفريزر عشان تتحول لتلج. يبقى تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الايه؟ الصلبه. ده تعريف الايه؟ ده تعريف التجمد. طب خلي بالك بقى من حاجه بقى دلوقتي. مامتنا مثلا لما تيجي تحط ازازه الميه في الفريزر، هل يا ترى بتبقى متعمده ان هي تملى الازازه كلها؟ لا طبعا، لازم ما نملاش الازازه كلها. يعني انت بتملى ميه ما تملهاش لحد اخرها. زي برضو ازازه الحاجه الساقعه لما بتيجي بتلاقي برضو مش مليانه قوي. ليه؟ لان علشان الحاجات دي يا اولاد لما تتحط في الفريزر وبتتحول لتلج، التلج ده يا اولاد بيكبر، التلج بيكبر جوه الازازه، فلازم يلاقي في مكان يكبر فيه، لازم يلاقي مكان يكبر فيه او يتمدد فيه. ففرضا مثلا لو انت مليت الازازه على الاخر وحطيتها في الفريزر يومين ثلاثه والميه دي اتحولت لتلج، ده تجمد طبعا. انت عارف التلج هيفضل يكبر يكبر ومش لاقي مكان يكبر فيه، يوم عامل ايه؟ يوم يخلي الازازه كلها تنفجر، يكسر الازازه. خلاص، عشان كده لو جالك سؤالك وقال لك علل يعني قول السبب ليه، ودي من الاسئله الجديده اللي هتجي لك في الامتحانات، يقول لك علل: يفضل عدم ملء زجاجات الماء الى نهايتها عند وضعها في فريزر الثلاجه. ليه؟ حتى لا تنفجر. هتقول له ايه؟ حتى لا تنفجر. حتى لا تنفجر، لان الميه عندما لان الماء عندما يتجمد فانه يزداد في الايه؟ في الحجم. يبقى انت تقول له حتى ايه؟ لا تنفجر.
يبقى احنا كده خدنا التحولين اللي هو الانصهار تحول المادة من الحالة السائلة، وخدنا كمان التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة، والاتنين عكس بعض. طبعا الانصهار بالتسخين، التجمد بالتبريد. خلي بالك التجمد بالتبريد. يبقى تحولات المادة كلهم على بعض هم اربع حالات او اربع تحولات: انصهار، تجمد اللي هناخده من النهاردة، تبخر، تكثف. تبخر، تكثف. شوية مية، لو انت جبت شوية مية وحطتهم كده على البوتاجاز، حطتهم على البوتاجاز وسخنت عليهم المية، سخنت البوتاجاز كده على المية، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي المية بتغلي، وبعد ما بتغلي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي من طلع منها دخان. ده اسمه بخار ماء. ان المية لما انت سخنتها تحولت الى غاز اسمه بخار ماء. اسمه ايه؟ بخار ماء. هو ده معنى كلمة التبخر، هو تحول المادة من الحالة، من الحالة ايه؟ اول كانت عبارة عن حالة مية، يبقى حالة سائلة، وتحولت بعد كده بخار الى حالة غازية. يبقى التبخر تحول المادة من الحالة السائلة، سائلة، الى الحالة الايه؟ غازية، حالة الغازية. ده معنى كلمة التبخر. طبعا ده بايه؟ بارتفاع درجة الحرارة او بالتسخين، او بالايه؟ بالتسخين. عيد من تاني. التبخر، التبخر زي تبخر الماء، هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، أو تحول الماء إلى بخار ماء بالإيه؟ بالتسخين أو بارتفاع درجة الحرارة. طيب ده كده التبخر، وعرفنا يعني إيه التبخر. تعالى بقى ندخل بعد كده على التكثف. بخار الماء ده يا ولاد لما بيطلع، أو البخار ده بيجي إزاي؟ انت عارف اشعة الشمس، طبعا اشعة الشمس دي بتسقط على سطح البحر، على البحر، في المصيف، في اي بحر، بسبب اشعة الشمس السخنة دي قوي، فبتخلي الماء دي تسخن، وما بتسخن بتتحول لبخار، بس احنا مش شايفينه. بيتصاعد البخار ده ولاد في السحاب، وبيقف في السحاب كده. يبقى كده حالة ايه؟ غازية. بيفضل في السحاب، بعد كده بيحصل للسحب يا ولاد حاجة اسمها تكثف. تكثف تبريد برضو، زي التبريد كده، زي لما يكون محطوط في تلاجة. بعد كده البخار ده بيتحول لحالة سائلة، بينزل على هيئة سقوط أمطار، بينزل على هيئة سقوط إيه؟ أمطار. الصبح بينزل برضو على الورق الشجر على هيئة سقوط ندى، أو اسم احنا بنسميها الشبورة، ديت برضو تكثف. يبقى التكثف هي عملية تحول المادة من الحالة، هي كانت في الأول كانت فين؟ في السحب، اسمها حالة غازية، من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. يبقى تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بانخفاض درجة الحرارة، بانخفاض درجة الحرارة، وتسمى هذه العملية بالإيه؟ بالتكثف. وتسمى هذه العملية بالتكثف، وطبعا بإيه؟ بانخفاض درجة الحرارة. يبقى التكثف هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. يبقى احنا كده دخلنا الأربع حالات: الانصهار، تجمد، تبخر، تكثف. انصهار، تجمد، تبخر، تكثف. طيب دلوقتي خلي بالك ان عمليه الانصهار هي عكس عمليه التجمد، دي اهم معلومه. الانصهار عكس عمليه التجمد، احنا انصهار بنسيح، التجمد بنجمد، والتبخر عكس عمليه الايه؟ التكثف. كده احنا خلصنا الدرس الثاني، مش فاضل معاك غير انك تذاكر كده الدرسين الاولين، الدرس الاول والثاني، وانت كده خلصتهم، وبقى لازم تراجع عليهم كتير، وتحل في كتاب عندك، كتاب سلاح التلميذ، او عندك كتاب الاضواء، او حتى كتاب قطر الندى، اي كتب هتحل منها، بس انت لازم تحل بايدك، لازم تحل بايدك. وانا افضل انك تحل من كتاب الاضواء لانه كويس جدا في العلوم. يبقى نكتفي بالقدر ده يا اولاد، واشوفكم على خير باذن الله، وهنكمل في الحلقات الجايه.